حياك الله. وعليكم السلام. كيف الحال اخوي؟ ترى انا الان في 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 يعني اشد عشان كذا جاي انا. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ والله تعرف الوضع طفره. ايه انا طفره محتوى. لا بعد ايش قاعد تسوي؟ قاعد ادور والله شوف العاب متنوعه عشان تشوفها. صح قاعد اراجع المقاطع. اعطني واعطيك. اعطك قول والله. والله العظيم والله العظيم والله تم تم سلم. اعطيك واحد عظيم تحدي. انت تحلق شعري. تبي تحدي تحلق تحلق شعري؟ اي عشان كذا هو تحلق شعري. قصدك تبي نسوي تحدي تحلق شعري؟ اي ولا تصبر صايد تصبر. الله احمد والله الوردي ولا الاصفر يطلع لك. ما عندي بس ناقص كذا اغاني كيبو. طيب هذا المقطع وين انزله؟ انا عندي يعني ولا لك؟ عادي بس انا نص نص. اي وش نقسمه؟ اي اصبر صبغه شعر ما اقدر صراحه من الان. صبغه شعر صبغه شعر هذه مستحيله. تحلق احمد مو من زمان تودك تحلق. لا لا صبغه شعر ما اقدر صراحه هذه مستحيله. شاد تكفى والله ابغى محتوى اقرع والله اقرع. تم خلاص تم. ولكن لا تقصده قبل ما تقرر تصبغ خمس دقائق ما في مشكلة. بس الشنب والدقن والله يروح بالطقطق كل شيء يروح. قاعد طقطق صح قاعد طقطق والله انت قاعد طقطق. قاعد طقطق صدق والله. لا والله جد عادي ما عندي مشكلة. اشيل الشنب والدقن لف استنى احلف برب المصحف في مصحف. لا احلف بس قسما بآيات. لا خليك تشيل الدقن. طيب وش اللعبة؟ اطلع انت ويا اطلع يا عيال قاعدين والله انا جاي هذا ناويك. انا من زمان ما اهنتك فورت. ابي اهينك فورت وربك يا عيال انا تسوي والله والله انا ابني جاي وربك ابو شايف يا عيال ريسكي شباب قاعدين تعزمون علي. انا ادور محتوى تعزمون علي. طيب اسمعني هذا وش تسوي بس هذا ما عليك تشبه ورب الكعبة انفست علي انا وياه. اقسم بالله العظيم اني اعطيت كذا يوم كامل كذا صراحية الحيني انا وريال. اي والله والله تم. اصبر خيرات ربي الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اول شيء هذا مقطع يوتيوب الان بدا من اللحظه هذه. حياك الله استاذ ريان. استاذ ركان حياك الله استاذ ريان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوتي الكرام هذا المقطع برعايه باقي قرابة الأسبوع وتنتهي السنة وندخل سنة جديدة 2023. كل واحد في كل سنة جديدة يبدأ بداية. أنا بالنسبة لي اخترت بداية أفيد فيها نفسي وأفيد فيها العيال. أول شيء دخلت نون وقعدت أشوف المنتجات والعروض اللي عندهم لنهاية السنة وحصلت تخفيضات وخصومات مجنونة على المنزل على العطورات على الإلكترونيات على الأثاث حتى ملابس شتوية موجودة. ولكن إيش سويت؟ دخلت يا جماعة الخير على هذا الرابط اللي أنا بحطه لكم بالوصف ولقيت ساعة منبه إسلامية للأذان قيمتها 120 ريال. إيش تسوي ذي؟ هذه سلمك الله تعلقها بأي مكان في بيتك. أسطورية. هذه الساعة بحط رابطها تحت. وش ميزتها يا أحمد؟ مع كل وقت أذان على المنطقة اللي عندك من نفسها تأذن. إذا أنت في مكان ما تسمع فيه الأذان ومقصر خل نيتك مع بداية السنة تعدل من نفس. وبعيدنا يا جماعة عن إن إعلان والله إني أنصحكم فيها. جربناها بالفلة قبل فترة يوم ما كنا نسمع الأذان وكانت تذكرنا وتجمعنا. عموما خذ لك فرة ومنتجات كثيرة وأهم شيء ترى فوق التخفيض اللي عندهم أنا يوم طلبت هذا ما أخذ معي يوم اللي هو وصلني لأنه مكتوب عليه نون إكسبرس ونون إكسبرس توصيل سريع. فلو تلاحظون مكتوب هنا يومان للتوصيل اطلب في غضون 8 ساعات 8 دقائق. يعطيك بالضبط متى تجيك. ولكن اهم شيء اذا جيت تطلب استخدم الاكواد اللي ظاهره امامك SXB1 او SXB1 او SXB اللي تبيه. الرابط يا جماعه تحت اللون وبرضه للساعه اطوع عليكم. لا تنسون لايك واشتراك فرجع المقطع فمان الكريم. اني مشتاق اهايط عليك بشكل ما تتصوره واني جايب ريان عشان نحسم اللحظه هذه وننهي سلسله الخسائر. ريان بس لحظه اثنين ضد واحد. اثنين ضد واحد. اجل فورت اثنين ضد واحد اكيد. الزمن وش الزمن ذي امها يا شيخ الله يقطعهم. لا والله والله حرام اثنين ضد واحد يا عيال. ها اصبر اصبر ادرك لا تقعد لا تقعد صايح اول شيء عشان ما عشان مو ايش اسمه يلا ايوه راكان قاعدين نتكلم بالمنطق يعني حنا حلو الان لو لعبنا اثنين ضد واحد ما في عدل لي مره. عندي شرط. تبغى نلعب اثنين ضد واحد؟ عندي شرط. هات انا اللي اختار التحديات والله. ايه ما عندي مشكلة. اللي يفوز مرتين ورا بعض وينتهي التحدي. طيب دقيقة تم ما عندنا مشكلة بكل شيء. عقاب وش عقابك انت؟ قلت لك شعري خلاص تصبر. ايه بس صب دقيقة تتأكل قارق ذا. ايه والله حياكم الله يا جماعة. زي ما شفتوا في بداية المقطع دخلنا كثير من البداية والحقرة كانوا ريان وكلكم تعرفون راكان ما يتوب والله ما يتوب.
التحدي بيكون كالآتي: 2-1، ولكن أنا أختار التحديات. ومن الآن أقول لكم مالك حق أنت ويا تفتح فمك على التحدي لكم اثنين. دقيقة، أنت شوف يحق لك تختار أول تحدي. أيوة. والتحدي الثالث، الثاني تحدي معنا بنختاره لو سمحت. دزها أحمد، بتقدر تختار كلها بناية يا جماعة الخير. لا تنسون يا جماعة الخير تستخدمون الكود إذا دخلت فورتنايت، لأنه والله يفرق معي. إذا دخلت حتى لو ما بتشتري حط الاس والإكس والبي وأكسبت. وأنا هنا أدعي لك، أسأل الله إنه يفتح لك أبواب رزق زي ما فتحت لي أبواب. الله يسعدكم على كلامكم ودعمكم في آخر مقاطع يا جماعة. لازم رامي توقف شوي تخليهم ينظرون فيني وأنا أنظر فيهم. شكرا، قريت كومنتاتكم واشكركم عليها. والله العظيم انكم حطيتوني في مسؤوليه زياده، وباذن الله ان يكون عند حسن ظنكم وارضيكم. المهم يا اخوان، ما عمركم قصرتوا، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. نبغى نوصل 7 مليون في السنه هذه وبنصها بعد، واكيد صلوا على نبينا محمد. استني بالله يا اخوان، بسم الله. يلا. شفت اللي انت فزت علينا؟ والله العظيم يا احمد، شفت اللي لما تتحكم فينا 24 ساعه؟ ايه هذا بخليك تتحكم فينا 24 ساعه. هذا اللي محمسني يا ركان، هذا اللي محمسني والله. اول جيم 2v1 بيلد فايت، اللي وصل 5 ذبحات يفوز. مسموح كل الاسلحه ما عدا الار بي جيات والخلطات والاشياء الاو بي. ريدي الان والشيلد مسموح. راكان تدرين فزت ايش تسوي؟ وشو؟ والله يا ويلك يا راكان. يا ويلي. اي والله يعني والله. انت يا اخي للعين انت واثق من نفسك؟ مستحيل. اليوم يومك يا ابو شايع، اليوم يومك باذن الله. والله يا راكان اني لا اطلع كل شيء في بالي من زمان ماني قادر اسويه بسبب الاحترام. الاحترام الان بحذفه. تعال قصدك كذا فزت يعني؟ هذا ايوه انا فايز ان شاء الله. يا شني خفت والله، عسني استعجلت شوي. دقيقة احمد روق، ابغى لك سب تمام. اسمع وش تسوي؟ اول شيء لازم تعرف شيء، الكثره وشو تغلب الشجاعة، صح ولا لا؟ طيب تعال معي. هذا الشكل والله العظيم يا ريان، وش ذا بخيس يا اخي؟ ليه ما في اسم جي؟ ليش؟ نبي نرش بدون نوقف، فهمت؟ ايه هذه الخطة، نبي نرشها. اسمع، خذ 3 اصوات وفردين، 3 اصوات وفردين وهيل. الهيل عندك هيل؟ ابغى سبحك خلطة، اعطوني هذا. اقدر اسمعهم صح؟ المهم تقدر تعيني فهمت بدون ما توقف. فهمتني؟ يلا 3 اصوات وفرد ها؟ ياب 3 اصوات. لا 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 لا، مو فرد مو فرد، شدقن. تاك رش بدون لا يوقف، فهمت قصدي؟ تحسه قوي. انا عندي 4 سلتات عرفت؟ السهم هذا مسموح، سهم اسمع تعال باخذ سلاح، باخذ سلاح مثلك. تعال خلط مو خلط. لا والله وش والله لا تم بقول شيء مرمى أخطط وشي بخليه يطلع يبني حلو. شو نسوي حنا؟ تشوف هذه الكرة، تشوفها أسأل كبيرة، تشوفها هذه الكرة فوق ونبيه ما بنت وقع عليها ونعيني عطرش تحينا. ها جاهزين عيال؟ يلا بيت خاف يا بيت خاف. يلا يا اسطوتي يا خسب حظنا رشا قلت لك يوم طلعنا فوق، تذكر يوم طلعنا فوق اول مره بالهذي؟ طلعنا مسكنا عليه هاي جراوند، دخلنا عليه صح. هو قاعد يبني بحديد بنايته تطوع عشان تكسر. وش تسوي انت؟ ترجع تنزل مره ثانيه عشان لا يسوي عليك كذا، تطب مره ثانيه وتطلع مره ثانيه الكوره. يلا خلينا نبدا وينه؟ الصراع يا الله. طبعني شافني وانا طب. يقلع سد علي الكرة، بجيك بالكرة الثانية. بجي جيتك يا اسطورتي، جيتك يا اسطورتي. قاعد يا علي يخرب بيته. مش علي
أقعد مت. الله يفشلك الله يفشلك الله يفشلك. يلا تم تم تم. اسمع اسمع الخطة وشو بنغير الخطة. شافنا وإحنا نطب خلاص لازم نغير الخطة. اي تعال خد تاك وش تسوي؟ اسمع تعال دوم 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 خلني خط عادي. اي صب مشين عادي درم عادي قال بس المثل. يلا مشين ما قلي ثلاثة بحاجة يا عيال افوز. طب علي وربك عندي انت. شوف هنا انا وصلت. انا مت. صلاة يا ركان مرتين مخليه وين يا اخي. يلا الله اكبر انت مسوي شغل مخلصه تحت انا تحت توفيت بكسرني وربك يا بكسرني. الله يقطع لك يطيحني يا عيال. كسرتي ورد ما كسرتي بناي اخي. عشان انزلي يا اخي انزلي. انا مت. الله ينكب ابليسك. ما ادري تحت وين ما ادري تحت. هاي خطط صح تعال.
والله العظيم اقسم برب الكعبة انك فخر اسطورتي. امشي انا اتحدي يوديني ايم بس اتحدى اتحدى يوديني ايم بس لا تلعب لا تلعب لا تلعب ما سامر ما سامر يا أخي باقي وش عندك باقي احمد تكفى الحين بعلمك عادي اختار التحدي لا 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 انا قلت انا اختار التحدي لا انا اختار التحدي داون ثرين والله تم التحدي الحين خلاص التحدي اللي بعده التحدي الثاني بوكس فايت من 7 راوندات اسمع عندك شيء ببالك شيء انا خلطي كلها فاشل بس مش بس مش بس وينه؟ وينه؟ ايه مع بعض مع بعض ريا ما ايه وينه؟ ما ادري والله وين هنا هنا يمين 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 فوق وين 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 ما ادري استنى يمين من ذكنا لا لا ما تخلي انا ورا بس حب يا عبد تحكم فينا يعقوب Let's go. أحمد ركز. ركز على الشدقة. إيش ذا الشدقة؟ لا والله ما أعرف له ذا يا عيال. لا لا لا. ودي أوقف والله. لا لحظة والله الشدقة لا الشدقة ما ينفع والله. يلا الفايت بوكس لعبتي والله يا ريال هني اقلب عليه اضيع علوه من كم الفوز خمسة ريال باقوك
ايوه 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 ايه اروح الديسكورد اروح الديسكورد هيط عليه ابص في زوجي ها بص في زوجي يا ولد تراك تصفخ اشقر يا ولد انزلوا انزلوا تحت انزلوا تحت انزلوا تحت انزلوا تحت انزلوا تحت زوجك يضحك يا ولد حشرنا ولا اخوك لا قاعد اشوف انا سبكتيت قدامك بالضبط قاعد اشوف انا بالسبكتيت قاعد اشوف الساعات زرقاء شيء يا اخي ما ادري شنو يسوونه خصوصا يا اخي يطلق عليك اول ما تكسر البنايه ما ادري شلون وزنيه ذي ما ادري شو اتروح لحالك طب علي طب علي قهرني ما يبني اقسم بالله اني قهرت مره اسكو والله العظيم سهل والله والله سهل قايل لك الفايت بوكس ترى صالحنا والله سهل اقسم بالله انه ما يبني ما يبني يا عيال ما يبني تزهلني والله تزهلني والله تزهلني كم عليه
بسرعة احنا ماشيين يا اخي والله العظيم اقسم بالله ما مداني ارجع والله على طول طقة واحدة بوف زبد. اسمع في البداية كيف كان لعبنا واضح نبش مع بعض خلاص خلنا نسوي نفسها رشة معي رشة تم ايش ما سويت انت يا اخي اخر راوند ريان باقي لنا روندين ستة خمسة باقي لنا روند واحد حرام والله يا اخي ثلاث روندات زي كذا يا رب يا كريم انت لها شوفوا تحت هنا زابل اتوقع انه خلاص قاعد اتدمج يا عيال قاعد اتدمج دي بيخلصونها يا مش علي من يسار تحت من يسار بس من تحت أبرح من ورا فوقي Oh!
العظيم اني انجرت يا ولد، ما توقعت انك مت يا اسطورتي. تعبت والله اني تعبت ورب الكعبة. يلا على ردي. بابك يا كريم ردي. ها ردي. ها ها حاضردي حاضردي. انا علق نفسي ذيك المرة شو سوي؟ اسمعوا انتوا بتفوزون يعني صدق يعني انتوا شو رايك يا عيال؟ نلعب ريلستيك يا عيال. وش ذي يعني وش ذي وش لا تقول لي ذيك ذيك اللي خسرنا فيها ريان ذاك اليوم. لا تكفى. ريلستيك من خمسة يا عيال. ها يلا تم هذا اخر جيم. ها يلا ايه فاصل يا اخي. شوف شوف ريان ريان بكل الاحوال احنا اثنين احنا اثنين اتذكر ذي. شوف حظي شوف حظي. ما عليه ما عليه ما عليه. يا رب علي ورب الكعبة. والله مش طبيعي عرج علينا مرة. وينه وينه يا عمري يا الزبنة معك يا سمك الأمور طيبة. أشوفه يا بيب شوفه إيه. اسمع اسمع دورك يلا يلا لا تطولها والله. يا عمري يا عمري فوقك. لا اله الا الله هذا لي والله. يا ساتر اقسم بالله ما قصرت. الله يا الخبرة ما راح اوثق ما راح اوثق لين ما اشوف الخمسة ولا راح اهايل ولا اقول شيء.
تحت ولد. يا الحمار يا البط القم يا البط يا عديم اللعب. والله انك تقتل اخوك يا الحمير. وياك يطير وياك يطير. الله يقطع ذا الفرد يا ناس. العب والخلط. شوفوا العيال ما عنده مساحة خلط ما يسوي شيء لانه ما عنده مساحة خلط. بدون مساحة خلط والله يخسون. والله لعب المنوب هذا بس. شوف ما يعرف يبني. بوت بوت والله انه بوت. قال بوت قم يا البوت قم يا البوت. الله يقطع كان هنا وني يا اخي. غهيل وينه؟ هذا هو بيصحيه بيصحيه. اوه ماي جاد. تكفى لا يا اخي. صح عافر اوكي هاشم. خلص 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 خلص. قام يخلص قام يخلص قام يخلص قام يخلص قام يخلص قام 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 قام. والله لا اطلع لاني خليته ون. ايوه يا اخي لعب الخلط غزير. يا اخي لعب الخلط غزير. يا اخي كيف معه هاي كيف معه هاي كيف معه هاي كيف معه هاي كيف معه هاي. يكسرون علي طح طح يب قاعد يكسر. تصدق والله قاعد يكسر. هنا هنا عارفين الموت يا لا لا تحت هنا هنا. لعبهم يا عيال. فوقي فوقي وانا عندي عندي زين زين. حلوة ذي. وينه؟
وين يا عيال مخلص؟ لا تقمط لا تقمط. بنحش منه يا رب يا كريم. الآن بسرعة الآن الآن أعلن من هذا المنبر. وش ذا؟ لبس لبس أعلن من هذا المنبر. أيوة 24 ساعة الشيخ بالله أسمع نفس ورب المصحف أسمع نفس ولا كلمة. أقعد والله عدل المشت. الله يعطيكم العافية يا جماعة على ثقتكم. أوعدكم أنكم بتشوفون 24 ساعة. أبغى الكام تتجهز والزير يتجهز. بأخذكم اليوم برحلة. رحلة ما راح تنساها. بتسولف لعيالك عنها. بتقول إيش سوى فيني ذاك اليوم أحمد. شفت سبحان الله هذه؟ بخليك تسبح طول اليوم. عطني جوالي. وشو؟ جوالي بصمة. كيف بصمة؟ ارفع يدي ارفع 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 الجوال على وجهي. ايوه ازيدك ويعطيكم العافية يا جماعة. انتوا اذا بغيتوا شيء ابد الامور كلها عندي تمام. اسمعوا خلصتوا الهواء. لا تنفس واجد لا تنفس واجد. كلمناك والله انك تحبون تطاقوا بسرعة. تطاقوا تطاقوا بين بعض. تطاقوا بسرعة. متصرفوا سوالفوا طلعوا حرتكم. هي مدى تناقش نحتاجكم تتناقشون. إيش المشكلة من مين؟ الحين تذكر فايت بوكس مين تبحث عنه؟ أنا بعد ولا ما أتبحث البنك كده. وش تبحث البنك كده؟ يوم أبغى يجي البنك تطلب الحارس يبحث يبحث واحدة يبحث واحدة سمعينها أربع مرات تروح تطلب الحارس. عطشان افهمني دايما بدون ما اتكلم لا تتعبني. انا اشر عليك دايما. يلا يلا شربة. وش ذي شربة؟ بسم الله. وقت يا ابني يا الله بسرعة. والله تنكب قطرة واحدة. شوف قطرة واحدة تنكب. وش تسوي؟ ما ادري ممكن اخليك ما ادري راكان تحدي تحدي. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. افتح بطنك افتح بطنك. طيب انديل 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 يقل يقل. طيب يلا يلا ايش فينا ابو شايع موال عظيم. سووا التحدي يا عيال زي ما هو عندنا. اتفقنا اتفاق يا عيال يا عيال اتفاق اتفاق. شرب بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تبي اشرب؟ اشرب كذا اشرب كذا كذا. لا هذا تسقي تسقي زرع. قاعد تضحك يا الله.
راكان وريان. بقى يا جماعة 6 أيام وتنتهي السنة، وما بقى لهم إلا مقربة 40,000 أو 50,000 يدخلون مليون، فهم يبغون يدخلونها، وأنا والله ما بحرمهم من ذي اللذة، فراح يكون المقطع بقناتهم، فبحط الرابط تحت. فاليوم الساعة 3 بعد المقطع هذا، الساعة 3 فعل شعارك، بينزل لكم المقطع اللي أنا 24 ساعة أتحكم في هذول، ولا تحرمون يا جماعة من الاشتراك، والله العظيم إنها تفرق، عارف شعور المليون. راكان وجه كلمة. والله العظيم اني مرتاح متوتر متحمس كيش. انا عارف لا تحرمون يا جماعه والله بتفرق معانا مره، بينبسطون العيال وانتم ما عمركم قصرتوا. رابط قناتهم تحت، اشتراك حتى لو ما بتطلع المقطع او ما بتفعل الجرس تاكد انك مشترك. نبغى المليون قبل ما تنتهي السنه، لو يصير اللي يصير. كلمه الخساره ايش حاب تقول؟ ايش حاب اقول؟ ما يهمش. الله يعطيكم العافيه على المشاهده، تحرمونا من اللايك والاشتراك والسكس بي دائما وابدا. شكرا لكم، أنتم مساء وصلوا على محمد في أمان الكريم.